السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركاتي الأعزاء في قناتكم قناة نور الخياطة. اليوم بإذن الله راح نديرو مع بعضنا موديل شتوي. هنا نحتاجو فيها البنات مترتين من القطيفة سوفت كما راكم تشوفو فيها، ونحتاجو هنا 4 متر من القطيفة هذه للبيضة. وقبل ما نبداو البنات كالعادة متنساوش الجام الجام وخليو لنا تعليق حلو كما نتوما. نبداو على بركة الله. هنايا نجيو نحطو القطيفة تاعنا على 4 في الجهة إيلاستيك كما راكم تشوفو فيها، مطوية على 4 هنايا في الجهة إيلاستيك هما فين نفصلو. رايحين نديرو الطول تاعنا تاع القندورة اللي نحتاجو كل وحدة دير الطول تاعها. ومن بعد البنات الشي اللي بقانا راح يبقانا الليموش. من بعد البنات نجيو هنايا على بركة الله نبداو نديرو هنايا 8 سنتيمتر. عندنا هنايا فتحة الرقبة، هنايا عندي 10 سنتيمتر في الكتف، عندي هنا خط التركيز 22 سنتيمتر، هنايا عندي دوران الصدر 27 سنتيمتر. هنا القطيفة دايما البنات نزيدو لها حق خياطة فقط، نطلعو هنايا بثلاثة سنتيمتر، ومنساوش البنات هنا 2 سنتيمتر ميالة للكتف تاعنا، نقسمو خط التركيز على 2 ونرسمو هنايا بحال الكليب تاعنا عادي كيما مولفين بالطريقة هذي. هنا فقط البنات دائما المنتصف، عفوا المنتصف هنا نتاع خط التركيز نخرجو له بواحد سنتيمتر ولا عفوا ولا واحد ونص بالطريقة هذه، أما الخلف راح يقعد لنا قد قد. من بعد البنات هنا راح نجي ندير هنايا طول الخصر نتاعي، هنايا عندي 41 سنتيمتر، نعينو هنايا طول الخصر تاعنا. رايحة هنايا البنات هنايا عندي 25 سنتيمتر، هنايا عندي زيادة نتاع لي بانس 2 سنتيمتر تاع لي بانس و 2 تاع خياطة. من بعد البنات نوصل النقاط هكذا مع بعضاهم ونروح للعرض تاع القندورة تاعي. هنا البنات بعد ما فصلت القندورة تاعي وفصلت الخلف على الأمام، دوكا راح نفصل الأمام. الخلف ما فيه والو، الخلف هبطلو بقيم 8 سنتيمتر ودرت عمق الرقبة كيما مولفة. من بعد راح نجي للأمام، هنايا رايحة البنات نهبط بقيمته هنا 15 سنتيمتر في البداية، رايحة ندير الرقبة دائرية بالطريقة هذه. هاي في البداية بالطريقة هذه. من بعد البنات رايحة نهبط هنا بقيمة 25 سنتيمتر ونعين النقطة، عفوا البنات فقط هنايا القيمة 24 سنتيمتر هنا، قلتلكم تعينو النقطة هنايا، نبداو هنايا من 8 سنتيمتر تاعنا تاع الفوق. من بعد البنات هنا نتأكدو هنا فقط براهي 8 سنتيمتر نفس الفتحة تاع عمق الرقبة تاعنا. من بعد رايحين نزيدو نجيو هنا نهبطو بقيمة 30 سنتيمتر هنا، نعينو النقطة هاكم معايا لحد الآن، هنايا 24 هنايا 30 سنتيمتر. من بعد البنات هنا رايحين هنا نخرجوا بقيمة 2 سنتيمتر، هاي 2 سنتيمتر هنا من الرقبة تاعنا، رايحين نجيو نرسمو الرقبة تاعنا بالطريقة هذه، رايحة نفوت على 2 سنتيمتر ونروح بالطريقة هذه للنقطة تاع 24 سنتيمتر. من بعد نجي كد كد هكذا نميل عفوا هكذا للنقطة تاع 30 سنتيمتر، هاهو الشكل هاك هاهو ليكم هنايا يكون دائري شوية، هاهو ليكم الشكل كيفاش مداير. من بعد البنات نجي نخرج من هنا بقيمة 3 سنتيمتر، رايحة نجي نتبع الشكل 3 سنتيمتر، تبع 3 سنتيمتر هنايا حتى نوصلو للنقطة هاذيك وين درنا 24 سنتيمتر، رايحين كذلك نديرو 3 سنتيمتر ونخرجو بالطريقة هذه ونرسمو الشكل هذا اللي يخرج لنا. هاهو هاهو ليكم الشكل. من بعد البنات شوفو معايا منين حنقص، حنبدا نقص من هنا الشكل هذا اللي درتو، حتى نوصل لهنا النقطة هذه نحبس ونكمل لتحت، عفوا من بعد البنات هنايا نقص هذا الطرف تاعي تاع 3 سنتيمتر هذا هنا، هذا ما نطيشوش البنات تحتاجوه، من بعد راح نعوضو. بالطريقة هذه هذا قلت لكم نخليوه البنات الطرف هذا.
من بعد البنات ها هي لكم الرقبه تاعنا هنايا رايحين ندير لها لافيزين الرقيقه في البدايه ومن بعد نسجفوها بالبي. هذا الطرف البنات قلت لكم ما طيشوش هنايا بس من بعد رايحين نعوضوه بالقطيفه البيضاء. راح يجينا هنا هنا البنات نجاوب باش نديروا لي مونش تاعنا. هنايا القماش تاعها فوق القطيفه تاعي مطويه على رف جاي لاستيك كيما عارفين. هنايا رايحه ندير نفس خط التركيز اللي هبط اللي درته في القندوره 22 سنتيمتر، رايحه نهبط النقطه تاع 13 سنتيمتر من اين النقطه هنايا. من بعد البنات كيما مالفين هنايا القيمه اللي لقيناها نقسموها على 2 وهكذا هنا نقسموها على 2 وهنايا على 2. هنا البنات راح يطلعوا بقيمه 1 سنتيمتر، هنا راح ننزلوا بقيمه 1 سنتيمتر ونرسموا المونش تاعنا. هنايا انا عندي في طول المونش عندي 50 سنتيمتر. من بعد البنات رايحه نجي هنايا رايحه ندير عفوا رايحه ندير هنايا قيمه 16 سنتيمتر ونرسم المونش تاعي عادي. من بعد البنات هنا نجيب الطرف تاعنا اللي نحيناه قبل كما قلت لكم نعوضوه بالقطيفه البيضاء. هنايا ها هي القطيفه تاعنا البيضاء مطويه على 2 باش نخرج زوج قطع هنايا. من بعد البنات هنا ما تنساوش ديروا لا فيزلين رقيقه باش تساعدكم في الخدمه ما تقوش ديروا هكذاك القطيفه. هنا رايحين نديروا الزيادات البنات راح تزيدي عليها الرقبه خاطيه البنات الرقبه حتبصيها قد قد منا جهه تاع الرقبه رايحين نزيدوا الزيادات منا اللورا رايحه تزيدي هكذا تقريبا 2 سنتيمتر ولا 2.5 ولا 3 مليحه البنات الزيادات تكون باش تخدمي براحتك بالطريقه هذه ونقصوا البنات. هنا البنات بالنسبه للسجف هنا تاع الرقبه تاعنا هذه درتها بلوبي كيما مالفين البنات عادي درتها من الامام ورجعتها للخلف. هنايا نفس الشيء الرقبه تاعنا الخلفيه تاع الخلف عفوا. من بعد البنات هنا نجيو نخدموا مع بعضنا الطرف هذا اللي درناه. نجيو البنات هنا القطعة تاعنا هذه تاع الرقبه تاعنا البيضاء هذه باش نسجفوها رايحين نجيبوا البنات هنايا على الخلف نجيو رايحين نجيبوا البلي تاعنا البنات هنايا نجيو على الخلف تاع الرقبه تاعنا رايحين نخيطوا على بعد نص سنتيمتر هذه تلقاها في البلي بعد هاي تمشي عليها ونتبعوا البنات لافورم هنايا تاع الرقبه تاعنا. بعد ما نفينيو البنات هنايا على الظهر نجيو للوجه رايحين نقلبو بالطريقة هذه. شوف معايا هاهي هنايا هكذا نص سنتيمتر هذه هنايا راح تجي تتقلب بالطريقة هذه هاهي هكذا ونخيطو على الوجه. هكذا تقلبي بشوية فقط وتخدمي هنا. بعد ما سجفنا البنات الطراف تاعنا هادو بلوبي من بعد نجيو نحطوها هنا على هذا. البنات قلت لكم هنايا ديروا الزايد مليح باش تخدموا بالراحه هكذا بالطريقه هذه. رايحين نجيو نحطوها بالطريقه هذه هنايا كما راكم تشوفوها. رايحه ديري الحساب تاعك 3 سنتيمتر كامل اللي درناها من قبل هنايا. من بعد البنات رايحين نجيو نخيطوها حتى لهنا هكذا بالطريقه هذه هكذا. هذه حتكون خياطه هنايا رايحين نقصوا الزايد اللي يخرج لنا هنا البنات. بعد ما ركبت القطع هادو من بعد البنات هنا جبت هنايا طرف من القطيفه فينيتو هنايا بلوبي عادي ها هو بلوبي. من بعد حطيتو البنات هنايا لتحت هكذا بالطريقه هذه هنايا تحسبي الطول تاع الرقبه اللي درنا اكيد في السجف راح تزيد. حنا درنا 15 حتولنا 16 حتحطي الطرف تاعك هكذا البنات. من بعد راح تخيطي بالطريقه هذه هاي ها هي البنات كما قلت لكم راحين تخيطوها ثبتوها من هنا عفوا هنا ها هي ليكم هنايا ها الطرف اللي زدت. من بعد البنات رايحين نجيو هنايا نركبو الكتفين مع بعضهم عادي كيما مالفين هكذا بالطريقه هذه الكتف عند الكتف. رايحين نديرو لهم هنا خياطه. من بعد البنات نركبو لي مونش تاعنا كيما مالفين ونشوفوها في الاخير كيفاش رايحين تجي. هنا فقط راح ندير لها لي بوطون هنايا ثلاثة تاع لي بوطون من القطيفه هذه البيضاء. من بعد نشوفوها في الاخير مع بعضنا البنات. ها هي ليكم في الاخير البنات قندورتنا كيفاش جات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيها خرجت تهبل تهبل. هنايا درت لها البنات في الدرعين درت لها زوج تاع بوندانات كيما راكم تشوفوا من اللون الابيض
ودرت لها هنايا ثلاثه تاع القفالي كما راكم تشوفيها، خرجت ما شاء الله. نتمنى تكون نالت اعجابكم، ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.